فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا عدة أبواب تاع الخير باش نحنا نعمل في هذه الدنيا. من هذه الأبواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. معناتها ألف لام ميم كل حرف بعشرة. ألف لام ميم شحال من حسنة؟ شحال جاوبني انتايا؟ 30. هاي اروع هات باتشي كولا داري بالكابريس ذكرى تشي كولا نطلعنا شوية. 30 حسنة أكو وجدين. ألف لام ميم شحال عندك من حسنات؟ 30. وراهم الحسنات؟ وراهم يوم القيامة فشلنا ما نقراوش القرآن. تصور بلي لو كان دوك نديرو الحسابات بالكالكيولاتريس، صفحة شحال تسقام لك؟ حزب شحال يسقام لك؟ زوج حزاب شحال يسقامو لك؟ أنت شحال عندك ما قريتش قرآن من رمضان؟ نقرا من رمضان لرمضان، اليوم قريت قرآن ما قريتش، والبارح ما قريتش، شحال عندك ما قريتش؟ إيه على الوقت ما كانش. أعطيني الفرق بين أنه تقرأ قرآن وبين الحسنات اللي حتديهم. لما الحسنات الآن ما راناش نشوفوهم، ولما يوم القيامة وحسنات إن شاء الله ربي يوفقنا. لكن لو كان ألف لام ميم 30,000 نبدأ نضربوا لهنايا، تبدأ تضرب أنت باش تطلع لأنه أك تخلص. وهذه هي المادية، هذا هو الملموس، هذا هو الفيروس الآن اللي دخل في رأسنا ولينا نأمنوا بزاف بالملموس. الحاجة اللي ملموسة هي التي تحركنا، وهذا هو الإنسان. ولذلك أول صفة وصف الله عز وجل بها المؤمنين، أول صفة وصف بها الله عز وجل المؤمنين في القرآن ما هي؟ سورة البقرة. واش قال الله؟ ماذا قال؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة أنك تؤمن بالغيب، والغيب هو اللي يخليك تصبر على جارك، تصبر على مرتك، على أولادك، على المصائب، على المرض، لأنه هذه حياة تاعنا راهي رايحة للغيب. يوم في الغيب اللي راح تخلص، أما دوكا كل واحد وين طاح. الشاهد يا إخوان، لما نجي نبداو نتكلموا على الجانب المادي، ولذلك لما ننطلقوا في الجانب المادي فلما نتكلموا على الجانب المادي نجد ان الجانب المادي هو الذي يحركنا، ماشي غير في تلاوة القرآن، في جميع المجالات. مثال في تكوين الأسرة، الشيء الذي نهتم به ما هو؟ هو العرس ومراسم العرس، الصالة الحلوة، بياس مونتي، البرد، الكورتاج، طوموبيل تاع العروسة، تروسو، المرأة جاو يخطبوها بدات توجد تروسو. لو كان نسقسيو سؤال فقط، قال هذا الإنسان هذا وهذا الإنسانة تعرف كيفاش تسير دار؟ يعني هل كاين نصائح أكيد تنصحي في بنتك، ولا نصائح تنصح في وليدك، أو راك تحضر دورات؟ أنت دورات هي يعني الحياة الزوجية. كنت اتفقت مع رؤساء البلدية هنا وغيرها على أنه أنا مستعد نديروا دوران نجمعوا ليفريت فاميل. قلت لهم كي يجمعوا يلحقوا 30 دفتر عائلي عيطوا لهم، أدوا الأرقام تاعهم وعيطوا لهم ونديروا يوم مصباح من 9 ل 12 في سبيل الله، ونتفهموا على المشاكل اللي الإنسان يقدر يصرف 80 مليون ويتلق في أسبوع. علاش؟ لأنه اهتم بالجسد ولم يهتم بالروح. اهتم بالجسد تاع الأسرة بصح ما اهتمش بالروح تاع الأسرة. الروح كيفاش انا نقدر نسير هذه الاسره، كيفاش نربي هذا الولد. ولذلك اهتمامنا حتى في التربيه بالجسد. ولذلك المناعه، ربما الكثير منكم، وهذا مصطلح جديد ايضا في علم النفس، يقول لكم شنو المناعه النفسيه هذه؟ شنو يتكلم هذا يا واش تعرفوا؟ احنا واش نعرفوا؟ احنا نعرفوا المناعه الجسميه. ما هي المناعه الجسميه؟ هي ذلك الجهاز الذي يقوم بالدفاع عن الجسم من الفيروسات والجراثيم. هذا هو المناعه الجسميه. الان نسال سؤال، هل الجسم عنده علاقه مع النفس؟ هل الجسم عنده علاقه مع النفس؟ نعم، الجسم عنده علاقه مع النفس تاع الانسان. فالجسم تؤثر على النفس والنفس تؤثر على الجسم. نعطيكم الآن معلومة قد تفيدكم في تسيير حياتكم. من الاضطرابات
والأمور التي ندرسها نحن في الجامعة في الجانب في علم النفس ندرس الأمراض لابسيكوسوماتية. لابسيكوسوماتي هذه لابسيكوسوماتي معناه الاضطرابات أو الأمراض النفس جسمية. مش معناتها النفس جسمية، معناتها سببها نفسي وأعراضها جسمية، سببها نفسي وأعراضها جسمية. الكثير من الناس تلقاه مريض مرض مشكل ديالو نفسي صح الأعراض ديالو جسمية. لماذا؟ نعطيكم أمثلة، وهذا الكلام ينفع حتى خوتنا اللي يرقيوا. الناس اللي ترقي مليح يوسعوا دائرة الفهم والمعرفة ديالهم. لما يجي الإنسان ويجيك مريض، فانت ما تشوفوش من الصورة فقط انه هذا عنده جن وعنده كذا وعنده كذا، وتقدر تضيع له وقت كبير وتقدر تدخله في متاهات. فلما تكون عندك الدائرة واسعة تفهم باللي كاين امراض بسيكوسوماتية. مثال من الحالات اللي جازت عليا في الحالات البسيكوسوماتية، مثلا واحدة انه ما تهضرش ولات فجأة عقولة ما تهضرش مدة 3 ولا 4 اشهر ما تهضرش وطبيين وراحوا وشافوا طبيين ولقاو بلي ما عندهاش مشكل. حنا واش نديروا بعد؟ وين نروحوا؟ نروحوا للرقية. خلاص رحنا للرقية. الاصل ان الراقي ايضا يشخص، ما غادي يقول بلي ما في الجانب ديالي تاع الرقية ما بها والو. لا عندها جن عقول. هذه الجن عقول كاش حيخرج؟ سمع أفا يجي خارج ولا كاش نديروا له هذا الجن؟ علاش تقول انت الجن عقول؟ وبعد المشكل قاعدتك هو مرض بسيكوسوماتي، يعني مشكل بسيكوسوماتي، مرض مشكل نفسي يخرج في الجسم. ساعة جات جلسة قعدنا ساعة ولا تهضر، خرج رجلها قال كي تهضر، قلت له يا بارك الله فيك وخلاص هي تهضر. شلل كاين ناس باراليزا قد ما تباراليزا يديروا له كلش، قالك ما عنده والو. المشكل وين راهو؟ ولذلك في بعض الاحيان هذه الامراض البسيكوسوماتيه هي عباره عن كلمات الاجسام. شفت الانسان في بعض الاحيان يعيش صراعات، تعيش واحد الهضره انت ما قلتهاش، تعيش ضغط انت ما راكش قادر تخرجه، راك عايش واحد المشكل ما راكش قادر تخرجه. وين يخرج؟ انت ما خرجتوش، ما هضرتش، ما عبرتش، ما حكيت، ما درت والو. اذا منين يخرج؟ يخرج الجسم. وكل واحد كاش يخرج؟ كاين الصدفيه البسورياسيس، كاين سقوط الشعر بشده خاصه للنساء، تلقى شعرها ويطيح وحده ويطيح، ستريس كاين ضغط نفسي يخلي الشعر ويطيح. كاين العته، كاين الاكزيما، كاين امراض جلديه، امراض حتى العمى، الشلل النفسي، كاين العمى النفسي، الصمم النفسي. لازم نوسعوا دائره الفهم تاعنا باش نولوا نشوفوا بعين كبيره للأمراض. وهنا رانا نأكد على واحد النقطة، هو علاقة الجسم بالنفس. ولذلك الأمر هنا منين يجي ساعات الفيروس منين يدخل لك؟ لأنه المناعة النفسية ناقصة. ولذلك تعريف المناعة النفسية وهو القدرة على التعافي والتكيف من منغصات الحياة. تكون عندك القدرة على التكيف، الوضع ديالك تبدل. مرة كانت مزوجة بعد تلقت، كيفاش هاد المرة تعاود ترفض روحها؟ كيفاش هاد الإنسان يعاود يرفض روحه في المشكل اللي صراله؟ كيفاش الإنسان هاد المشكل اللي راهو يمكنه أن يتعافى منه ويمكنه أن يتكيف فيه؟ ولذلك هذه كلها مقدمة. ولذلك المشكلة دير واحد الضابط في المشكلة وشفوا عليه هذا مليح. المشكلة بتأثيرها لا بحجمها، المشكلة بتأثيرها لا بحجمها. معناتها هذوك نحكوا مشكلة واحدة، نحكموا مشكلة نبداو نسلبيوها، قال هاي كاش تشوف فيها؟ والو هذه وانا نقتل روحي اللي صرا لي هكذا، وانت وانا انا اللي ندخل في المخدرات، وانت نموت انا وكان يصرا لي هكذا، وانت هذه ماشي مشكل سمعت. ولذلك القطرة تاع الماء بالنسبة للنملة فيضان، اما بالنسبة للواحد اخر هذه قطرة عامة. فالمشكلة أنه تأثير تلك المشكلة على أنفسنا. ولذلك نقدر يكون توزن 200 كيلو صح الجانب النفسي ديالك والجانب الروحي ديالك، راح نتكلم أيضا عن الجانب الروحي وش ما هو، كيلو أو زوج كيلو ما توزنش. ولذلك احنا نهتم
بلي فاكسا نديروا المناعة الجسمية ويطلعوا الفيروسات، كل مليح شرب مليح لبس مليح، لكن الجانب النفسي تاعنا ضعيف. ولذلك ما الشيء الذي يجعلنا نشوف إنسان يخدم في مشكلة، يعني طالع مشكلة خرجوها من الخدمة أو مشكلة تاع صاحبه كلمة ما رقداتوش، كي الناس مساكن كلمة تخليه ما يرقدش أسبوع، يقولك مانيش مليح وش بيك، هضروا فيا قالوا فيا واحد الكلام، درت الخير في واحد الإنسان ورجحوا لي شر، ومن تم خلاص لا عرض ما رقدرش، ومن تم دخلت في هذا العالم، ومن تم كذا، وبعد تلقاه يبكي وموش قادر يتحمل، وبعد يدير وبعد نجو عند ناس، وحتى نكون عمليين نأتي إلى أهلنا في غزة الآن، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن ينصرهم، ضربونا صفعة. يعني تلقى الإنسان لك يروح يخطب، ما يعطولوش المرأة هذه لو حاب يتزوج بها، مش يدير تحبس حياته، من تم حبسك. نعرف ناس داروا دي ديبريسيون ولا مهبول، يقولك على بالك هذا كان بعقله، علاش ما عطولوش بنت عمه، ما عطولوش وحدة كان يحبها، وبعد باش يتزوج بها ما حبوش يعطوها له، توقفت حياته. وبعد من تم هبل، ومن تم هو مهبول، قال مهبول هبل، ما قدرش يتقبل انه انا ما يعطونيش هذه الحاجه. وبعد نجيو الى اناس في حياته عطاو له المراه اللي يحبها وتزوج بها وجاب معها دراري، وفي نهار واحد ما توقع، وبعد يخرج لك ليك ويقول لك انا لله وانا اليه راجعون، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ما اقصد مره هو الفرق بين هذا وهذا. قديما كنا لما نتكلم على الصبر ولا نتكلم على الخنساء نقول أن الخنساء الذي مات أخوها فكانت ترثي أخاها، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره عند مغرب كل شمس، وإلى ذلك من غير ذلك من الأبيات. الخنساء دخلت للإسلام ماتوا أربعة ولدها، ماتوا أربعة استشهدوا كلهم راضيت بقضاء الله وقدره. ولذلك الآن نبداو الان نديرو وكاننا نديرو تحليلات، قلقت اروح شوف هاي نديرو لي زاناليز. انت لوميليتي تاعك يعني المناعه ديالك الجسميه راهي مليحه، قال عندك مناعه مليحه، لما المناعه تاعك مليحه معناتها كورون دار كيجي وكي تجي الريح كاين ناس غير يدوش يمرض، يمرض ما يقدرش، يقول لك ما نقدرش، يشرب ما بارد يمرض، فيروس يعني لو كان ياكل ماكله شويه فيها مشكل تلقاه لي ستوما ودخل، مناعه ديالو ناقصه. ولذلك حتى في الجانب النفسي كاين لي كورون دار صغير يمرض، كلمه صغيره نظره. لذلك معاناه الناس الحساسه، الناس اللي عندهم الشخصيه الحساسه تلقاه دائما يدقق على بالك، واقيل ما راهوش شغل شتو شغل زعف واقيل كيهضر معايا ما كانش الاخر شغل واقيل ما راكش مليح واقيل، ويبدا مسكين يدقق في تفاصيل الامور. تصوروا يعني هذه الحياه تكون بين رجل ومع امراه، يعني الزوج والزوجه، تلقى الزوجه فرضا تعيش قمه الحساسيه يعني عندها شخصيه حساسه، وتطيح مع راجل شغل بولون شغل هو مول كاع تاع ما عندوش، هو ماهوش على بالك واحد كيكون ماشي حساس ما يفهمش شغل ما يفهمش، يقول لك مانيش فاهم علاش انت راك مقلق، شغل يقدر على باليش انا كل اي امر عادي زعما شغل تموت يما يقول الو هي ماتت يما واش دير راه كان تحتها العقل روح معايا شغل قولها لي بالعقل، لكن يقول لك لا لا ماتت كانت مريضه كبيره علاش لازم نجيبها لها، هي كانت على بالها بلا راح تموت. ثم بعد يبداو صراو صراعات يعني في ادق الامور ادق التفاصيل، وديالك تقول لك ذلك الإنسان يقدر يعيش معاناة. هل احنا الآن مطالبون بتغيير الناس؟ يوما نقدروش نغيروا الناس. محاضرة عجبتكم؟ عجبتنا. كاين اللي ما عجبتهمش وكاين اللي يبدا يكتب لك واش هاد الخلوطة واش هاد، وبعد انت تقول يا خالو قال لي خلوطة على بك واقيلا نحبس ما نجيش ندير على جال كلمة خل امشي في حياتك، ماشي كاع الناس راح تعجبهم. ولذلك الله تبارك وتعالى تكلموا عنه قالوا إن الله فقير ويد الله مغلولة. فكون أنه الآن التعليم تخدم على روحك. مرة جاني إنسان دينا نحكي يعني على الجانب هذا النفسي، فقلت له نسقسيك سؤال، كان نهار برد قلت له هل أنت الآن نقدروا نغيروا هذا البرد الجو تاع البرد؟ قال لي لا ما نقدروش نغيروه، لكن نقدروا نغيروه. وين نقدروا نغيروه؟ نقدروا نغيروه في المحيط الذي نملكه، معناتها قلت له الغرفه اللي رانا فيها انا درنا فيها ريزيستونس
تما لا باس. الان الانسان لازم يعيش في المجتمع، اذا واش لازم تلبس، ما تقدرش تغير البرد بصح لازم تلبس. تما لازم واش دير، لازم تخدم على روحك وبعد انت النتيجه. تبعوني مليح، احنا الان كي رانا كبار، احنا النتيجه تاع طفوله، اخطاء الطفوله تظهر في الكبر، لذلك كل واحد فينا كش عامل اللي ترب ما مفشش. مسكين صعيب عليه، غير يكبر يلقى روحه هو مفشش، ناض بشخصيه اعتماديه، شخصيه اعتماديه والف، كي يطيح يجيبوا له يديروا له، وبعد يقول لك من اللي مات بابا وانا نسوفري. لا لا، من اللي مات العكازه اللي تتكي عليها راك تسوفري، لانه انت ما نضتش. لذلك شفت الاختلاف بعض الاحيان، خوك باش ما ندخل باش ندخلوا شويه في الموضوع، خوك فرضا في بعض الاحيان تلقى مثلا الاخ، احنا عندنا واحد النظره خاطئه شويه في التعامل مع الـ مع الـ مع اللي يكون يقرا، دائما ينوض بواحد العقليه تاع ليتيديون، خوك ايتيديون، خلي خوك ايتيديون، وتلقى هذاك ليتيديون شغل رانا نستناو منه سورتو لا راح طيب ميديسين ولا يقراو بزاف، وشغل انا طامعين يولي هو الطبيب، وشغل نزقو به في الفاميليا، ملي شغل عندنا طبيب في الفاميليا، فيولي خوك ليتيديون. هذا خوك ليتيديون تلقاه ما يدير والو، ما يخرج الاخر، ما يضارب في الحومه، ما يشري الغاز، ما يدير والو، شغل في الدار خوك ليتيديون، وانت ما قريتش، خرجوك سنه التاسعه، صافي تولي انت زعما دبزه تقول كهبط، شغل ما تحقوش دماغك مثلا، وكان فقد الذاكره ولا ما يهمش، شغل ضارب دماغك، شغل تاع زلالف، ما قريتش انت تصلح الزلالف، صافي تقول كهبط، الاخر هبط انت وخوك او تبلا وخوك، او تبلا وخوك هبط انت هضر معاه. وبعد انت تروح تشري، وبعد انت تروح تدير، وبعد انت تدير تضارب، وبعد انت تروح تشري الكبش معين الدفله ولا متيارت، وتروح وتشري، وبعد الكبش ما عجبهمش تعاود تبدلو، واش يصرى له؟ كي تكمل نتايا، كي تكمل حياتك، تلقى المناعه ديالك المكتسبه، لانه المناعه ثلاث انواع، فطريه ومكتسبه ومكتسبه صناعيه، راح نتكلموا عليها. نلقاو المناعه ديالك كبيره والمناعه تاع خوك ضعيفه. تلقاه نجح في الكتاب، نجح غير مع القرايه. تخرجوا من القرايه ما يعرفش مسكين، يحصل يقول كالو كاش ندير. وكاين ناس قرات مع الاخر ولا يخدم في شركه تاع خوه. هذا البزنس بزنس ودار شركه، ومن بعد يجيب خوه يقول له اروح شد لي انت لا كونتابيليتي، انت قريت اروح شد لي انت، هو يخدم عنده لانه نجح في مجال. ولذلك الان يجب ان نتفاهم يا اخوان، ما هو مفهوم النجاح؟ ما هي الصحه النفسيه؟ الصحه النفسيه قديما يعني الصحه النفسيه هو ذلك التوازن بين الجانب الفيزيولوجي الجسم، الجانب النفسي، والجانب الاجتماعي، ودوك راهم يدخلوا الجانب الروحي. مش الجانب الروحي دوك لازم يدخلوه، قال لك لا لازم يكون عندك علاقه. علاقه هما كيتكلموا الجانب الروحي، معناتها علاقه بكنيسه، بودا، ما يهمش، المهم تكون لك علاقه روحيه. ولذلك نحن المسلمون الان اولى بهذه الراحه التي نعيشها، ونحن موحدون لله تبارك وتعالى. ولذلك سنتكلم عن الحلول، ما نتكلموش على الاسباب، لانه كاين مشكله راهي تصرى بزاف في الدروس تاع المغرب والعشاء. تكون تشخص في الاسباب، كي تلحق للحلول ياذن العشاء، وبعد ما تقولش الحلول تقول لهم ندير لكم محاضره واحده اخرى، يعني انت ما راحش دير هذا، تقول لهم ان شاء الله مستقبلا، وبعد تقرأ ما حكيتش على الحلول. اليوم راح نحكي مباشره على الحلول، وهذه الحلول منها نلقاو الاسباب. الحلول والاسباب المعينه على تقويه الجانب النفسي والجانب الروحي، هذا الجانب المخفي في شخصيتنا، لانه كاين جسم رانا نشوفوا فيه تتنجرح، تخلي الجرحه وحدها تعاود تتنغلق وحدها، تلقى كريات البيضاء يخدموا الدور ديالهم باش يغلقوا لك الجرحه، بصح الجرحه تاع قلبك، الجرحه تاع النفسيه ديالك، علاش يطول؟ علاش عندنا قصص الان ما قدرناش نخرج منهم؟ حكايات الان يقول لك عندها 15 سنه، على جالها مانيش نرقد، على جالها ما ندخلش منا، على جالها مانيش نهضر مع خويا. ما استطعنا ان نتعافى من هذه الجروح. فاول حل واول سبب من هذه الاسباب، وهو ان تعرف حقيقه وجودك في هذه الحياه. من انت؟ شكون نتايا؟ وما هو دورك في هذه الحياه؟ اسال هذا السؤال، لما انا هنا؟ وعلاش انا راني في الدنيا؟ لما الانسان عبك خروجنا عن هذا الدور، نعطيكم واحد النقطه فقط مثال يجيكم ساهل، خروجنا عن هذا الدور هو الذي يجعلنا نعيش هذا الضيق وهذا الضنك الذي نعيشه. نعطوا مثال، الانسان او يبيع
في الفترة هذه اللي رانا نعيشوها فترة الركود شوية من ناحية التجارية. الناس اللي عندها حوانت عنده حانوت ما شاء الله وعنده المكسب دياله ويدير لاتاي ويجوا صحابه يسقهوه معاه ورم يقصروا نهار كامل وجورنان ورم يحكوا ورم يضحكوا وبعد غير يكمل نلقوا قلبهم قبض. لماذا؟ الماديات ما تجاوبوش بلا تيكولا ما باع والو هاك مخلوف شتي الماديات ها. لأن الغاية التي من أجلها هو في المحل لم تتحقق. شتي الغاية التي من أجلها هو في المحل البيع. بصح قلنا لي راك مليح وراك تقصر وراك مع صحابك وشربت ولاتي علاش راك مقلق؟ علاش قلبك راه مقبوض؟ يقول لك لا لا أنا الأصل أنه جيت نبيع ونشري ولذلك أنا نضحكت وما صرا ما بعت والو ما دخلت والو ولذلك تلقى قلبه مقبوض. هذا هو الإنسان. شتي قلبك مقبوض لأنه أنت تخرج من الراية. لما تخرج من الراية تلقى راك ما راكش مليح وتلقاه راه يسوق في رونج روفر وعنده ساعات تاع 200 مليون ويبدا يبكي لك. يقول لك مانيش مليح قلبي راه مقبوض لانه هو ما باعش بالمفهوم انه لم خرج من الغايه التي من اجلها خلق. ولذلك قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لما تفهم بلي انا عندي مهمه وهي تحقيق العباده ونفهم مفهوم العباده على انها اسم جامع لفعل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وان تترك كل ما يكره الله عز وجل ويسخر. خلاص انا بعد أنا عبد لمن؟ لله. شكون الله؟ الله هو الذي يملك السماوات والأرض وأمرنا أن نقيم بهذا الخدمة. إذن أنا ما يهمنيش شكون أنا خدامين في شركة وبعد حنا في مؤسسة وبعد المؤسسة هذه زعما قالوا لي تخدم هنا وبعد جاء قالوا لي لا بدل تخدم هنا وبعد وعلاش ما تقلقش؟ أولي أنا خدامين خطير هنايا حنا عندنا وقت قصير راح نعيشوا ورانا خدام وعلاش راك تمرض أنت الآن؟ إذا لما هذا تحقيق العبودية لما أنت تحس بلي أنا عبد لله هذه العبودية هي اللي تخلينا يا إخوان بدينا نخرج من هذه العبودية بدينا نعبد. علاش؟ لذلك نجي عند الإنسان أو كل واحد فينا يسأل سؤال لنفسه ما الشيء الذي يفرحك؟ وش الحاجة اللي تفرحك والحاجة اللي تزعفك؟ ولذلك لما الإنسان يبدأ يفهم اهتماماته الاهتمامات تاعك نبدأ نشوف ناس الذين يفرحون بنصر الله تبارك وتعالى وبعد نلقاو مجتمع وفئة كبيرة من المجتمع أي تعيش ضغط واكتئاب ووحدنا يهدر وخيم الحزن في المجتمع. لماذا؟ لأنه مركونا الدقيقة الأخرى البيت وما تكالي في الناس المونديال مرضنا يا مرضنا ما قدرناش ضغط كبير لانه هذا هو الاهتمامات تاعنا. فظهرت الاهتمامات تاعك وتقرف انت ما قدرتش مرضت وشرب الدواء وكاين هذاك النهار رقد شرب الدواء ما قدرش يرقد كاين اللي خرج بدا يمشي يطرق البحر ما هضرش مع مرته وسمعنا كل شو ما تهضريش كاع معايا مانيش مليح وكان لقينا قاصه هذاك النهار نقتلوها نقطعوها طرف طرف. الشاهد شفت الاهتمامات تاعنا وبعد نلقاو انسان يعني مصيبة كبيرة وتلقاه راضي بقضاء الله وقدره لأنه عبد لله تبارك وتعالى. فتحقيق العبودية من تمام تحقيق العبودية لله وهي الرضا بالقضاء والقدر. ترضى بالقضاء والقدر، ترضى بقضاء الله وقدره، ترضى بما قدره الله لك. لما الإنسان يولي يحس بلي أنا الآن عندي مهمة في هذه الحياة، هذه المهمة في هذه الحياة وهي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. أنا أرضى بما اختاره الله لي. ولذلك عمر بن الخطاب يقول واحد المقولة جميلة جدا، يقول أنا لا أبالي إذا أصبحت على ما أحب أو على ما أكره. أنا ما يهمنيش في النوض ولا نشوف الحاجة اللي راني فيها نحبها ولا نكرهها ما دام أن الله هو الذي اختار لي هذا الأمر. ولذلك ترضى بقضاء الله وقدره وتدرك معنى عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ما تقدرش تعرف الخير من راه. ولذلك الإنسان لما تكون عنده هذا قدر نقول احنا هذا الفكرة وهذا المعتقد الذي يعيش به تلقاه باش يقدر واحد يطيح له المراد تحمله
تحبلو تحبلو باش طيح لي المورال هكذا بوتشك زعما دار هكذا من بعد واقيلا وزعفان وتشوره مانيش مليح قالوا عليا كلمه كذا 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 فتلقى الانسان يتعب والنفسيه ديالو وهذا ما نسميه في علم النفس الهشاشه النفسيه الهشاشه النفسيه عنده هشاشه نفسيه تلقاه مسكين اي امر ياثر فيه حتى كاين الناس وهذا معروف في المجتمع تاعنا ولا بل حتى في العائله تاعنا ادخل هذا وكنت يموت له زعما باباه هاي كنت يموت له يماه الله يجعل الخير ما يقدرش ماشي وكان يحوزوه من الخدمه كاين الناس وكان يخرجوه من الخدمه يموت علاش لانه فراسو بلي انا دخلت نخدم ما نعرف ندير والو فيخرجوه من الخدمه تلقاه خلاص يموت في حين ان الله عز وجل انت تعلم انه انت عبد لله وربي قدر لك هذا الامر وتلقى باللي الله عز وجل كتب لك انه كي خرج من الخدمه ربي يفتح عليك وكاين الناس كي يخرجوا من الخدمه ليلقى خير كبير ربي عطاه له فان ترضى ولذلك من تمام ايضا العبوديه احنا نحولوا ان نحول الجوانب النفسيه الى جوانب روحيه وهم يقولون القراءه الايجابيه للاحداث ونحن نحولها الى لا نحولها الى حسن الظن بالله قال القراءه الايجابيه للاحداث لا انا نقول لك حسن الظن بالله نحسن الظن بالله تبارك وتعالى فلما يكون عندك هذه القوه قوه حسن الظن بالله تبارك وتعالى تلقى روحك انت الان اي امر يصرى لك تقراه على انه هذا فيه خير لي فلما تعرف باللي فيه خير لي تقوى المناعه النفسيه والروحيه ديالك في مواجهه الاحداث تلقى روحك انت الان الله عز وجل انا احسن الظن بالله لانه هذا الامر فيه خير كبير لي هذا الخير يا اخوان باش ما نكونوش ماديين هذا الخير يقدر يبان في الدنيا يقدر يبان في الاخره ولذلك ياتي يوم القيامه اهل الابتلاء ويتمنون لو انهم يعودون الى الدنيا ويقرضون بالمقاريض يتقطعوا بالمنشار علاش كي يعرفوا الاجر تاع الصبر والله يجزي الصابرين بغير حساب انت راك واقف ما شاء الله كاين ناس باراليزي هذاك الانسان الباراليزي اللي كان يبدا يقول برك وعلاش انا باراليزي وعلاش هدايا وعلاش غير انا شوف الناس واش يدير وانا واش درت انت الان راك في قضاء وقدر ربي اختار لك هذا الامر وقدر الله لك عز وجل ان تكون هذا الانسان ولذلك الان لما تكون هكذا تحسن الظن بالله تلقى روحك يوم القيامه وتجي وتلقى واحد الاجر كبير كي جوزت انت يا المهمه تاع الحياه تاعك جوزتها فوق الشريطه او جوزتها انت عمى او جوزتها انت ما تسمعش او جوزتها انت فقير او جوزتها انت لابس به ولذلك الانسان عليه ان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ما تغلقهاش على روحك ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما يشاء في رواية إن خيرا فخير وإن شر فشر أنت النواظر لك لابسهم كاين إنسان لابس نواظر سلبيين منين صح تقول له منين تشري دار 4 ملايين تشري دار والله ما تشري دار والله غير أنت والله ما راك شاري دار علاش لأنه غالقها أنت ما كانش كاين ماديات كاين حسابات كالكولاتريس وبعد أنت تقول بلي أنا ما يشريش دار لكن لما يكون عندك حسن الظن بالله تبارك وتعالى انا اتفق معك بلي ب4 ملايين ما تشريش دار نقدر نشري دار على بالي بلي كي تخلص 3 ملايين ما تشريش سياره نقدر نشري سياره نقدر ربي يرزقني سياره ما تقدرش تعرف ان تحقق تقوى الله تبارك وتعالى انسان قصه يحكي أن أحدهم قال ذهبت إلى إمام وشيخ فاضل قلت له يا شيخ أنا الآن حياتي راهي مغلوقة أنا خدام عند السيد مرشي نخدم عنده في حانوت يخلصني يعني أجرة ديالي ماني قادر نشري دار وماني قادر نتزوج وأنا نحب نتزوج ونشري دار قال له اتق الله قال له نعم قال له اتق الله قال له وين صرفها هذه اتق الله ما فهمتش قال له نقول لك اتق الله فذهب وعاد الى محله وبعد فكر قال لك المهم انا راني نخدم وانا مانيش باينه وعلاش ما نتقيش الله على الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا اخوان افهموا واش معناتها يجعل واش معناتها يجعل نعم احسنت
بإذن الله غادي حبة تيكون. مازال مازال أو خاف قال يا هم خلاصوا نخليك واحد عليك صاحبي ذا معناتها يجعل 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 معناتها مغلوقة راهي مغلوقة تسمى أي واحد شرح له يقول لك ما كاينش مغلوقة ربي خليك يجعل معناتها شو الحيط تاع البيطون ربي يدير لك باب منه هذاك الحيط تاع البيطون يدير لك باب صح هي بيطون خاطش يجعل له مخرجة خاطش وكان كاين المخرج أنت تقول لي باينة خلاص أنا درتها صح قال لك ربي يجعل له مخرجة وهذا هو مشكلتنا أنا نحسبه بالكالكيلاتريس فيجعل له مخرجة خلاص قال لك لماذا قال سأتقي الله تبارك وتعالى في العمل نخدم على الموشي يجي بكري صباح قبل ما يفتح 8 7 8 يجي 7 ونص ينقي يسقي يسيق يدير بتقوى الله تبارك وتعالى يكملوا على 5 يدير الحسابات وبعد يعاود ينقي نطوايي الحسابات هاي لك الفراق طاح كاس يعاود يقولوا هذا الكاس تكسر نغرمه من عندي عامين هو هكذا عامين ماشي سهله مولشي يعني صاحب المحل شرى دار وهو انسان كبير ما يعرفش يسقمها قال له ولا معليش تعاوني في تأتيتي وترتيب هذا البيت قال له ماشي مشكل قال له انا ما عرفش نشري الفايوس وشري نتايا معليش انا اثق في ذوقك فهو خدم الدار دار لها الفايوس الكارلاج الكوزينه والمطبخ والحمام وغير ذلك بالذوق تاعو لما كمل كاع الدار كما راهو حاب جاليه قال له هاوليك المفتاح قال له في الحقيقة الدار هذه بنيتها لك ليك نتايا قال له وانا عندي طفلة واحدة قال له وما رأيت أصلح لبنتي منك فأنت رجل أمين فأعطاله الدار وأعطاله المرأة وأعطاله الحوانت قال له أبدا أنت تحكم الحوانت تنسيبي العزيز وبعد هذا الإنسان راح عند الشيخ وقال له يا شيخ راك معروض العرس ديالي قال له وقد عملت بنصيحتك ومن يتق الله يجعل له مخرجا كاين واحد المشكلة يا إخوان نفتحوا قوس ونعاودوا نغلقوه شت قصة كيما هادية كاين اللي يشغل تضرب فيه راسو وتعاود تطيح علاش يقول لك مسح انا مول الشي اللي نخدم عنده ما عندوش طفلة يعاود يبلوكي الحكاية ويعاود يدير لك الرونبون ويقول لك مغلوقة مغلوقة ما تقول ليش مغلوقة شتيش الحسابات نعاودوا شغل لازم حكاية زعما لي هاد الحكاية تصلح غير اللي عنده طفلة لا لا لازم نفهموا باللي كي يقول لك انا ربي يجعل له مخرجا شتي انسان يقول لك حنا ما عندناش الورد منين الورد كاين انسان ولو طالع له المورا لو يستنى غير في عمو يموت ومن بعد يقول لك عباك عمك هاو ياكل الجوز واللوز وغير كيما راهو يدير فوتينغ يا ربي فوتينغ يا فهمت شو انت حبي يموت عمك شو يطلع لك المورا تسمى قد ما راهو عايش حكاي لي ما عندوش عمو ما كانش الورد واحد ما يطبطبوا له دير تماك ربي قال لك حقق التقوى ف يجعل الله عز وجل لك مخرجا الأمر الثاني من الأمور اللي الإنسان لازم يفهمهم ويعرفهم في هذه الحياة هو حقيقة الحياة الدنيا حقيقة الحياة الدنيا يا ناس احنا وين رانا وين رانا وين رانا هذه ما فيهاش جيكودا هذه فيها جيكودا وين رانا في الدنيا ما راناش في الجنة عبكي كثير من الناس راهو يعيش مشاكل علاش راهو داير الله في استعال الجنة هو داير لابيس تاع الجنة ماذا به يعيش ما يصرى له والو فرحان مراد دراري نوض صباح نفتح الحانوت الناس قاعدين عندهم بيع لهم يدخلوا دراهم ولادي يجيبوا الباك يقراوا ملاح مربيين ما شاء ربي يبارك لك ما شاء والديه ما يموتوش يكبروا حتى وين يرفدوا ولاده ما عاد يتزوج ولاده ما شاء الله هذا كاين الناس يعيشها هكذا ما شاء الله وكاين الناس ما يش عايشها هكذا وانت ما تحملش الدنيا هذه دار قال الله عز وجل لآدم لما أكل من الشجرة قال لنخرجنك من الجنة لتشقى هنا الشقاء ماشي الشقاء اللي رانا فاهمينه ماشي الشقاء زعما التمرميد لا لا الشقاء معناتها تكد وتتعب تتعب الآن ولذلك الآن دوك باش أي أمر تجي تديره لازم تتعب باش تاكل الخبزة هذه باش تجيبها لازم تخدم تنوض الصباح وتروح تخدم وبعد يخلصوك باش تتزوج لازم تطم والدين وبعد تتزوج وتجيب دراري وبعد تكبرهم وبعد يمرمدوك ويقعد جري وراهم وما زالك تتمرمد بالولادك والحياة والأسرة وهذا هو هذه الحاجة اللي ما كاش في الجنة ما كاش تمرمد ما كاش تاكل زعما تروح تخدم باش تاكل ما تخدمش ما تاكلش لا هذه ما تاكل في الجنة ما تخدمش تاكل وما تخدمش تلبس
وما تخدمش تتزوج وما تخدمش ما كان لا مهر لا والو، راك مهني راك في الجنه. حنا نحبين نروحوا لهديه، وين المهر يعني البلاصه هذه كاش تشريها؟ تشريها هنا في الدنيا سهله هي كي نعاودوا نحسبوها. شوفوا ربي قال ولا خرجنك من الجنه لتشقى، هو كان مع حواء نعم فتشقى، لنخرجنك من الجنه فتشقى، هو كانوا زوج هو هو حواء. الاصل يعني اللغويين يقولوا فتشقى يا يعني تشقاو للزوج. هنا العلماء يذكروا واحد الفائده، قال لك الاصل ان الرجل هو اللي لازم يشقى، هو اللي يجيب الخبزه. لذلك هذا مثال ايضا للرجال اللي يخلي مرته هي اللي راهي مسكينه. بعض الاحيان كاين النساء تقول لك انا اللي نخدم، انا اللي نجيب الخبزه، انا اللي ندير كلش. فانقلبت الادوار. ولذلك الان لما نجيو الى الدنيا ونبداو نقولوا احنا خصائص هذه الدنيا، الوقت لو كان يكون مثلا الوقت عندنا طويل نبداو احنا نديروا خصائص، لاننا عايشين في الدنيا. اعطونا خصائص الدنيا، لقينا باللي من خصائص هذه الدنيا انها فانيه، ولما الدنيا فانيه يفنى فيها كلش، كل حاجه يفنى فيها. غير كيما ركبت واحد الشيخ كبير ركب معايا هكذا في السياره وركب وعينيه زروقه، حسيت باللي هذا كان شباب كي كان صغير. قلت له الحاج باين باللي خلاص راح، خلاص كان شباب بكري، انت كانوا عندك دراهم، كان عندك القوه، كاين ناس كانوا صحاح، ناس قاعد تخافوا، وبعد يولي مسكين ما يقدرش كبار، يقول لك هذا بكري، فيفنى كل شيء. فهذه الحياه حياه فانيه، ما دام هذه الحياه فانيه ومن خصائصها ايضا انها قصيره. قصيره الحياه في الدنيا، لو كنا نديروا حسابات دوك في الرياضيات نلقاو باللي النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي بين الستين والسبعين. نديروها 60 70 سنة، 70 سنة هكذا، 70 سنة عاملة هكذا مع الخلود، شحال الرقم تاع الخلود؟ ما عندوش رقم، ما عندوش رقم، تعيش حياة ما فيهاش موت. تسمى شحال؟ 1000 مليار سنة، لا لا 1000 مليار سنة زيد ضربها في 1000 مليار سنة، زيد ضربها في 1000 مليار سنة، وزيد ضربها في 1000 مليار سنة، وقعد غير ضرب فيها وما تخلص. يعني لو كان نحبوا نرسموها نبداو نرسموا خط هنا قصير فيه 70، وبعد الحياة بعدها غير تموت تبدأ حياة جديدة، هذيك الحياة الخطة ديالها ما يخلصش.